مخوف، فتح الله عليك. نعم. طيب ننظر في هذا المرض، مخوف، مخوف، وأراد أن يتبرع بشيء في حياته، فهذا نسميه عطية. وإذا أراد أن يتبرع بعد الموت وصف، مفهوم؟ طيب، الهبة حال الحياة والصحة، يصح أن يتبرع بكل ما يملك ولا إشكال، مفهوم؟ نعم. طيب، أما العطية والوصية تكون بالثلث المال فأقل، تكون بالثلث فأقل، لمن؟ لغير الوارث. يعني مثال، لديه أولاد ذكور وإناث، وقال في مرض الموت المخوف أوصي بجميع أموالي لأخي، يصح؟ لا يصح، نأخذ فقط الثلث ونعطي للأخ والبقية للورثة. أوصى لابنه بجميع المال حتى يحرم الزوجة، يصح؟ لا وصية لوارث. طيب، الآن عندنا مسألة أكثر السؤال عنها، مهمة جدا، الأولاد، يجب العدل بين الأولاد في ماذا؟ في الهبة. يجب العدل بين الأولاد، الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، من هم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ذكور وإناث، خلافا لما عليه اليوم الناس في العرف، الولد هو الذكر. طيب، يجب العدل بين الأولاد، يجب العدل بين الأولاد، يعني الأب الآن أراد أن يعطي أحد الأولاد 100,000 يورو، إذا أعطى الأول لابد أن يعطي الجميع، يعطي البنت نصف ما أعطى الولد، هذا من حيث الهبة. لكن حيث النفقة، النفقة أمر آخر. أعطيكم مثال، لديه ولد صغير يحتاج إلى حليب ورضاعة وحفايض وبعض الأمور يحتاجها، أما هذا الحمد لله لا حليب ولا حفايض ولا غيره، هل لابد إذا اشترى لهذا حليب وحفايض وكذا أن يعطي هذا مثله؟ لا، هذا نفقة. الآن مثلا البنت تحتاج إلى فستان وشيء من الذهب من الحلي، صحيح، وما تضعه في الشعر مثلا تمسك به الشعر، طيب هل لابد أن يعطي الذكر ضعف ما أخذت الأنثى؟ هذا أخذت فستان، يعطي الذكر فستانين، لا، هذا من حيث النفقة. يمرض هذا ويحتاج إلى دواء، هل يعطي الثاني مثل هذا؟ لا. إذن النفقة شيء والهبة شيء آخر. أحيانا الأب يشتري للولد سيارة، لماذا؟ حتى يقوم بشؤون المنزل وبالمواصلات للمدارس وما إلى ذلك، صحيح أم لا؟ طيب ماذا يصنع؟ هل هذه السيارة يملكها الولد؟ لا، لأنه لو ملك هذه السيارة للولد هذا معناه أنه أعطى الكبير وحرم البقية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فماذا يصنع؟ يجعل السيارة باسمه، إذا مات الأب تكون هذه تركة تقسم كما تقسم بقية الأموال. بعض الأولاد يحتاج أحيانا إلى قرض، فأتي للأب
ويطلب منه قرض يعطي هذا، هل يلزم أن يعطي البقية؟ طيب كيف؟ قد يأخذ هذه أموال، هذا أموال كثيرة والبقية لا يأخذ شيء، فماذا يصنع؟ سهل جدا، يكتب عنده في الوصية أن فلان ابني الأكبر أخذ مني في يوم كذا مبلغ وقدره كذا، وهي دين علي، حتى إذا مات أخذنا من هذا أو خصمنا عليه من ما يستحق من التركة وقسمنا على البقية، وبهذا يحصل العدل بإذن الله بين الأولاد. ذكرنا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أنه أهدي إليه هدية فردها، قالوا ترد الهدية وقد قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال هي لهم هدية ولنا هدايا عمان. فأحيانا يكون بعض الناس في منصب قبل أن يتولى ويكون في هذا المنصب لا يعطي أحد شيء، عندما كان في المنصب يعطون الناس الهدايا، هذه لا يصح أن تقبل لأنها ليست بهدية، هذه رشوة. نعم، إلا إذا كان من عادة المعطي للهدية أن يعطيه من قبل أن يكون في هذا المنصب، هذا يصح ولا فلا؟ نعم. الوصية، الوصية تكون قلنا بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ يعني الآن أراد فلان من الناس أن يكتب وصية، هل لابد أن تكون الوصية بمال؟ لا، قد تكون الوصية بوعظ، باتباع سنة، باجتناب بدعة. إذا كنت تعلم أن الأهل يصنع في موتك بدع لابد أن تبرأ منها وإلا لحقك إثم، فتكتب في الوصية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ولا يصنعوا بعد موتي شيء من البدع، من الاجتماع وصنع الطعام والنياحة وكذا 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 وكذا، وأنا أبرأ إلى الله من كل من يحدث شيء بعد موته، فهذا لا يلحق إثم، لكن هذا يعلم أن هؤلاء يصنع ويصنع، وهذا في الغالب لمن رحم الله. نعم، يكتب هذا في الوصية. طيب، بكم يوصي؟ أراد أن يوصي للفقراء، للمساكين، لأحد الأقرباء، بكم يوصي؟ الوصية بالثلث مكروهة، يوصي بأقل من الثلث، يعني بالخمس. هذا لمن؟ لمن ترك خيرا، لكن إنسان ليس عنده إلا مال قليل، قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، بهذا ولله الحمد تم كتاب البيوع، أدخل فيه يعني الوصايا من حيث أنها عقود، مفهوم؟ طيب، ثم
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب المواريث، قسمة التركة، قسمة التركة بين المستحقين. هذه المسائل يا اخواننا في التركات وفي تقسيم التركات مسائل تحتاج الى عمليات حسابية، يعني النظر فيها قليل جدا، لا يمكن ان تراجع الرياضيات بماذا؟ بالنظر، لابد تأخذ دفتر وتبدأ تكتب. وكذلك المواريث علم سهل جدا يسير بإذن الله، أحيانا يعني لا يستغرق من أسبوع واحد، لكن إذا حفظت ودخل العلم مرتب الحمد لله تمشي الأمور. مفهوم؟ أخذنا فيما تقدم أن الأمور الواجبة عند الوفاة تدوم، تدوم، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله، تجهيز الميت بالمتعارف عليه، لا إسراف ولا تقتير، دال سداد الديون، واو إخراج الوصية، داء ميم ميراث وتقسيم المال على الورثة. طيب، أسباب الإرث، أسباب الإرث لابد أن يكون لك سبب حتى ترث. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب. أسباب الإرث ثلاثة، نكاح وولاء ونسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، خرج بهذا العقد الفاسد أو الباطل، يرث به من؟ يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، وترث به الزوجة إذا مات الزوج. انتبه الشيء، بعض علماء الفراز يقول الزوجة لا تجعلها تتعلم هذا الباب، لأنه أول تركة تبحث عنها تركة الزوج، تعلمها العشرة الزوجية وتقوى الله وكأحسن. طيب، إذن أسباب الإرث، الأول النكاح، يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج، عقد الزوجية الصحيح. الثاني الولاء، يرث به المعتق وعصبة المتعاقد أنفسهم، وهذا يعني الآن نتركه لا إشكال فيه. الثالث النسب، القرابة، قرابة الميت، الفروع والأصول والحواشي، فروع وأصول وحواشي. فروع يتفرع منك ماذا؟ الابن والبنت، وابن الابن وان نزل، وبنت الابن وان نزل ابوه، انتهينا. هذه الفروع. الاصول الاب والام والجد والجده. طيب، وان علا بمحض الذكور. الفروع الاخوه اشقاء او لاب او لام، اخوه اشقاء او لاب او لام، وابناء الاخوه الاشقاء ابناء يعني ذكور، وابناء الاخوه لاب، ابناء الاخوه لام لا يرثون، انتهى. الاعمام اشقاء ولاب، وابن ابناء الاعمام الاشقاء وابناء الاعمام لام، هؤلاء الحواشي. مفهوم؟ طيب، أسباب الإرث ثلاثة، نكاح وولاء ونسب. موانع الإرث ثلاثة، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الحمد لله. الرق
يكون مملوك عبد ترك ابن، لكن هذا الابن مملوك رقيق، يرث لا يرث، رق والثاني قتل، يذهب ويقتل والده. لماذا؟ قال حتى أرث. سبحان الله، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقول ما ترث، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. الثالث اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يرث اليهود النصراني ولا النصراني المجوسي. مفهوم؟ نعم. طيب، أسباب الإرث، موانع الإرث، انتبه. الوارثين من الذكور، الابن ترتب العلم، دخل مرتب يخرج مرتب بإذن الله، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد لأب، يعني أبو الأب وإن على، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، والزوج والمعتق وارثين من الذكور. وارثات من النساء، تتعب قليل في بداية الفرائض في الحفظ ثم ترتاح، البنت وبنت الابن والأم والجد لأم والجد لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، 10.